السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. كنت صورت لكم أنا اللي أسوي كل طالع شمس، لكن الضحى يعني، لكن من زمان ما أعطيت الموضوع هذا. هذا مر، المر تعرفون ما حد ما يعرف المر والصبر والقسط، كل حد يعرفه. مر مر يمني، لازم يكون مر يمني. كسرة هالكبير وكبر حبة للهواء، أحطها في غرشة، غرشة تكون زجاج، وأحط عليها طالة أعماركم فنيال مبزور لين عينه لبان حودري، لبان غسله زين ما زين، وكوده في الغرش وصب عليه ماء، ومن يكمل 3-4 ساعات ترقي زين ما زين يتجانس، ترقي طالعت عماركم قدامكم بربيكم. خيبة خيبة خيبة، هذه المشخرة. المصفى هذا يكون عدالك دوما موجود، المصفى والمشخلة هيكون موجود عدالك. صفيت زي ما زين، تقول بي يا حبيب النبي، تقول بي يا حبيب النبي. خلاص شربته، طعمه لذيذ، طعمه مش سيء، وما كان الطعم دوياته. ترد تزيده ماء صريح، وعلى هالحالة لمدة 10 أيام. المفعول مفعول اللبان والمرة يتم 10 أيام، كل من خف زدته، كل من خف ما تزيد اللبان ولا تزيد مر. خلاص هذا حينها تصير وتغطيه، غطيتها ويازمة تخليه على دار راسك. وهذا بياله استكانة ومصفي، وهاي خاشوق تم عدار راسك طول عمرك. ناهيك عن اللي العصيد انا استعمله هذا اللي كل يوم، هو اللي هو مال المورينجا وشاي الماتشا والبقدونس والكزبره، راويتكم انا خلطته. هذا غير، هذا عريج الصبح، لكن هذا يعني الضحى الظهر ماشي مشكله. وايد اللبان والمر، منقوع المر واللبان العالم كلها تعرفه، ما تستعمله انت مقصر. فهذا شيء زين للامعاء، منظف ومعقم وفنان، يطرد الريح ويطرد البغيض ويطرد كل العوق. مستوت الدنيا الناس تستعمله، انا استعمله نفعني والنافع الله سبحانه وتعالى، وانتم على هواكم. هذه طريقته وهذا اللي استعمله. اللي بيجرب يجرب، لكن انا ما يخصني. تقولون عقب عورتنا بطوننا والاشياء، يستشير دكتور ولا يستشير ام ولا اخو ولا اخت. انا استعمل منها اكثر وقت، واللي اعرفهم 90% من ربعي يستعملون او اقل شويه، وكلهم مناسب لهم يعني وايد زين. كلها اشياء طبيعيه ومن الاعشاب يعني ومن بيئتنا. هذا هو الرئيسي، انا عصيري الاول بادي اشربه من عقب صلاه الفجر، اشرب هذا اللي هو عباره حطيته انا في الانستغرام في السناب وفي اليوتيوب، موجود العصير اللي انا استعمله اللي هو عباره عن بقدونس اخضر وكزبره وزنجبيل ولومي وشاي الماتشا وكم قطرة الويمية، نسيت عاد المكونات، كل مسجل عاد هو. وجرفة خاشوق من الكبار جرفة، هذا عصير الصباح. وهذا ترى خلاف عاد، هذا اللي عقب من غير هذا. الظروف ما تسمح، الظروف شو ما تسمح، ومفروض عاد انت تصدق ان الظروف ما تسمح. اي لو سمحت الظروف، يوم بقيت جيت بجماري، يوم ما بغيت تعايوبك، يوم بغيت جيت بجماري، يوم ما بغيت تعايوبك. وان الظروف ما تسمح، غرب الله الظروف. اي الاول سمحت الظروف، الاول سمحت الظروف، وحين الظروف ما تسمح عزمت الظروف شماعة، كل يعلج أخطاءه وقل راته لمقابلة صاحب الصديج. الظروف لا، انت لا تقول الظروف، لا تقول الظروف، لا حد يتعلث بالظروف. أها، ترى الناس مش عبطاء ولا بخبايل ولا بينهم ما يعرفون، لا يعرفون. اللي بيلجمك يدلثمك، لا تتعلث بالظروف. أها، كلمه الثاني الظروف، كلمه الثاني الظروف. معقولة يعني هالظروف؟ هالظروف ماتي إلا لما يكون الشيء من طرف واحد. أي الأول يوم الشيء من طرفين والراد من طرفين، جيتوا تعنيتوا، حين الظروف الظروف غرب الله هاي علثن. الواحد ابوي علج عليها اخطاءه وعدم الرغبه
والاكتفاء يقولون فلان أنشف. المنشف المنشف هذا خلاص قضيت حياتي ولا لي في الهوارادة، قضيت حياتي ولا لي في الهوارادة. هذا المنشف العايف هذا يقول الظروف، هذا يتعلث بعلثة الظروف. المنشف العايف شبعان خلاص ظهر من خشمه يقول ابوي هبياي ولا لي راد، شبعت انشفت مالي خاطر مالي. الاول جداهم سل شهري والحين خلاص دوس الشوش وجدامي حفاية. بغيت تصير سرت لو الدرب كل شوش يا مر ضو تخطيت حمت الإدرات وحين تراك شبع. هذه شبع هاي يسمونها خلاص. من تسمع الصاحب والصديق والليلي بتيش هاي قالت والله ظروفي ما تسمح، ما عليك من أبويا هاي ظروفها تسمح، لكن الشبع 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 يا بنت عمي هاي ربيعات ما يتبوي الشبع ما عليك منها، ما شيء ظروف ما شيء يود، ما في شيء يود آدمي عن الوصل وعن العنوة وعن اليي، ما في شيء اللي يوده الشبع أو الاكتفاء أو البديل. ها يوم يحصل البديل خلاص استوت الشبعة، استوت عادة التعليثات اللي يوم ما بصاحي اللي يوم اطرقه اللي يوم ما عندي بترول اللي يوم مالي هوس اللي اليوم عندي مشكلة اللي بس على هالمنوال. هاي يسمونها شو الشبعة، فلان انشف هذا هاي علثة المنشف. بتي وانت مالك خاطر في اليي بتسيرين، وانت مالك خاطر عليهم ومالك بارض لا تسيرين الغالي، قري في البيت ولا تعنين ولا توصلين للمكان هذا. شليش ما تبين تسيري بتسيرين وانتي لا ضحكة لا ابتسامة لا رمسة لا منك لا إليك، ما لهم عن أسير، قري في بيتك وخلاص وقطعي العلاقة، قطعي العلاقة ما تسيرتش هذه تسيرين عليهن وانتي بلية خاطر لا تسيري الغالي. هاي يسمونه البقاء البارد، هذا أسوأ أنواع الرحيل. هاي النقمة، نقمة ما قبل الشرمة، قبل الشرمة شيء شرمة، الشرمة هذه طالت عمركم الواحد ينشرم مرة واحدة خلاص. ناوي تنشرم ناوي تقطعين علاقتك اقطعيها في دعت الله مع السلامة. لحنا نقصنا ولا أهل الهوى زادوا، ويا ساكن مصر مثلك ألوف. البقاء البارد هذا هو اللي يسوي الصاهر، هذا اللي ييب اليهد ييب الحمة. البقاء البارد وجودك وعدمه واحد، تيلس وانت مويم تيلسين وانت مويم عند العرب يا يبلي خاطر. هاي يسمونه البقاء البارد، هذا أسوأ أنواع الرحيل. اللي بيصير في دعت الله لا يشاور ولا يناظر خلاص، نويت الجفة نويت تقطعي العرب هاي قطعيهم، ما في داعي تسيرين مويمة وتنسين اليلسات والضحش والسوالف الأولية. إش عدا ما بدالك يوم تقطع وصالك. إيه أبو محمد اليوم المندوز ممسور لين عينه علوم علوم علوم. هي والله ليه ما يبه الشيء ولا شيء، خلاص تروك الذنب ولا معانق التوبة، تروك الذنب ولا معانق التوبة. انت حمايت الجفا نويتي خلاص بتقطعي العرب هاي، ما في داعي السيرين وانت مويمة خلاص في داعت الرحمن. لا خلاص شبعة هذه، أما أنه تسيرين تادينهم وذا هاي يسمون البقاء البارد، مره ما بحلو لان وجودك وعدمه واحد. وجودك وعد الناس عرفت الحين ان شبعتي انت خلاص، شبعتي من السير والجي ومشاهد العرب هاي خلاص، متزر بطنك نغنغتي متزر بطنك انت لككت خلاص. لا تسير وانت متغير، يا انك تتم على رسلك على رسلك وطريقك الاوليه، ولا انك انت انشرم شرمة لزاق يسمونها شرمة اللزاق. هاي مرة خلاص لا تعاود المكان هذا، لا تعاود، لأنك أنت بقائك بارد، ما في تجانس بينك وبين الجماعة. الميلس هذا اللي أنت كنت تصبح تمسي فيه خلاص استوى وجودك وعدمه واحد. عرفت ويا حد جديد، تعرفت ويا حد جداد، ما تبي تصير الجمال، لا تصيرينهم خلاص انقطعي. لا تيلسين اليوم هي وباكر لا، واليوم بسير وباكر ما بسير. الظروف ما شيء ظروف الغالي، ماشي ظروف، الظروف والموت. ليقطع إنسان عن إنسان ويقطع إنسان وحدة عن تسيء على ربيعاته ولا تقطع تليفونها عنهم هذا الموت. فلان يوم يقولون مات خلاص انقطع كل أمور الدنيا عنه، لكن تنقزين على كراع شرق وغرب وعند اللي انتظاريه وعلموك السير والجي والمذاهب تنقطعين عنه تنشرين عنهم. الله أكبر، أوه يا اليوم علوم.
عليكم عاد انتم اللي فهميه فهميه واللي نفهمينا فهمي ما باليد حيله كل حد فهميه ما اتوقع ان حد مخده الى هالدرجه. يو صليح يو صليح صباح الخير. يا سلام يا سلام تريقتوا ترياني انا شي خصني هل قاعد ظنك تشال الريوق ويا هذه الريجات ما شاء الله مريوده. يلا تعال افتح بلايك تعال انا طالك عمل رقم ريوقنا اليوم اول بادي هذا خبز مربى زين طالت اعماركم باجل. يا سلام يا سلام يا سلام. وهذا خبز رقاق وهذا طالت اعماركم الكباب. هذا كبابنا الحين المميز اللي ما حد يسوي شراته. الباجله طالت اعماركم طقوسه ما بالله كودوا الباجله وحطوا عليه الماء. لا الماء روحه الماء روحه والباجله روحه. فلذلك هاي طريقه الحين بخبركم على الطريقه اللي انا استعملها وغيري عاد على هوا. حطيت الكميه اللي انت تباها هاي الويميه تعصر عليها شويات الويميه على هذا تحط عليه كمون كمون وفلفل اسود. هذا الفلفل الاسود حطيناه وحين كمون هو الاساسي الكمون اساسي الكمون كل ما كثرت يكون خيار وألد. جولبه هذا عافية ريج هذا فايدة الباجلة كلها في هذا. ان بغيت البروتين هذا ان بغيت روح البروتين فهذا روح البروتين. عليك الرب حافظ سيد دبي شو دبي دبي ترى وهي لبس هذا والله اني ابري العلي اللي علي والله انا ما تسدني طاسه احب اسوي الطاسه الثانيه عيبني كذا خيبه يعيبني يعيبني الزين يعيبني شيء بسيط الفنان حب هيله بيس امزر بطني باجل باجل برد باكل لي طاسه الحين لا بحط لي مزار الطاسه هذه لكن المروق مالها هذا هو اللي يجيب العافيه فوايد الدنيا كلها فيه علي وعليك بالعافيه صرحت به تفضل تبن سير دبي باكر انت شو تبى انت شو تبى لا حلا انت تبن سير دبي ولا يجلس ولا تبى سير روحك انت شو تريد ان شاء الله تبي تبيت خالو خديه ان شاء الله ما افتهمت روح مريم خالد تفضل وجبي انت شو تبي تصير وياي ولا تبي تصير روحك بتسلم على خالو خديه ايه؟ بتصير عند ام مريم تسلم عليه بترد ايه؟ متى هذا تبي بالليل بتصير اليوم يعني ايه؟ بس ما بتبات هنا ما بروح بيتي ايه؟ روح بات واصبح الصبح تعال ايه؟ شو رايك اذا انا ما بسير وين؟ أول بيت أول بيتي ما تدلت بيتي؟ لا دي زين؟ أروح على حجرة زين روحك تبات في حجرة روح تبات في حجرة شو اسمه؟ يبات في حجرة من غير زين؟ يعني. تباهم صلاح؟ تعجب ما تبع هنا حجرت ليش حبيبي؟ شو مشكلة؟ بس خلي تمشون برا حبيبي ويبا هنا شو هنا؟ لا خلي تمشون حبيبي يبينوا هذا ليش؟ شو تبى أنت الحين؟ بس لا صلاح الله عطى عناي عطى عناي شله انا غسيل عناي شله انا لا ابغي اسال من لا من هل عطنا عطى عطى عناي خلاص خلاص ما دخل الله بابا ما لا اله الا الله اول سوا سوا مال هو ويقول ما يمسك هذا خذ الله خلاص من انت من اوت لا انت هلا قول له اوت لا 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 ل
عشان يغسل في الفلاح. وهني ممنوع؟ منو سوى الويزة؟ منو سوى الويزة؟ منو سوى هالامور كلها؟ منو يابه؟ اما صلاة غسلوه انت ما اعرف كلام عربي. تفضل. انت بس. هذا انت يا انا اتغسل، انا صلاة غسل. بس. ها فلبين don't bring anything for Salah from now. No fruit, no juice, nothing. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرة شريرة. لازم يجي جمعة. ما تربوا إلا حد لتونا خلاص. أنت حين كل يوم بنتي تيلس تلاغي تيلس تهدر وترغي. ليش؟ منو قال؟ الحين باكر انت ما بقى بسير دبي؟ ايش قال بسير دبي؟ بعدنا ما قرر انا ما اكذب عليك، بعدي ما قررت انا. بعدي ما قررت، بعد شوي بخبرك اذا شيء سيرة دبي ولا العين. في احتمال العين، في احتمال العين. شو يخص العين؟ انت ايش يخصك في انا؟ انا بروح وسر ويا دريورك دبي انت. انا جات لي ابوك انت في العين. مجتول ابوك انت هناك. اما انا ما انا يدفع. في دبي ما بتنام؟ لا يومين شوي بيومي زعله. انت ماشي مثل بغيت تنام ولا بغيت ترد؟ او مو بنام في دبي انا. نام عندي في بيتي. منو ودي دبي هذا؟ اي وين انت؟ انا ما ودي بابا. انا شو شو بيت؟ والله في بيت مصيدة، انا ما يركب مصيدة. انا شو شو بيت دبي؟ بيت شو بيت؟ ما تبي تهرس البيت؟ البيت يرقصون؟ شو اسمه هنا؟ ترتاح؟ بسير عند البيت، بسير ند الشبه، عقب بسير الممزر، وعقب تصير البيت ترتاح ترقد. لا موجود نوم الحين، نوم الحين نوم. هب الحين في الليل. اذا ما موجود بالليل نوم. ترد ابو ظبي يعني؟ اي بابا. ما في مشكله. بغيت ترد ابو ظبي ولا بغيت تبات في دبي؟ انت حر على هواك. اللي تامر علي ابو احمد. هاي يا ابوه المداخل لحق الدبان. هاي مداخل خاصات للدبان للبان. مدخل البان ما يخلط في اي شيء. نسوي كلنا الدباب، كلنا الدباب، كلنا الدباب. واحد نحطها هناك. ها وين حطها؟ عداد صورتي الجديد، حط عداد صورتي هناك. وين صورتي؟ يمكن فيه هبايب هناك. سر هي عداد الوجه. ايوه كل شيء هبايب ولا شيء عاته. وهذا الثاني منك. ايوه ايه ايه بس ايه حطيه فوقه. تقولون ليش القوطي هذا؟ هذا قوطي صلصل مطرور وجهه وظهره زين. هنحطه فوق المدخل. ليش؟ السخام عندنا سخام عاثر، نحطه بهالطريقه عشان لجله يغلي زماري. حد يسميه زماري، حد يسميه بارجيل، وحد يسميه بشكار. هذا يسمونه بشكار، حسميه بشكار، حد بارجيل وحد زماري. هذا هو نفس الشيء. نحط الحين هذا يدخل الهواء شويونه وتصل الضوء عشان ما تموت. وين انت؟ وين من الصبح انا ما اشوفه. كيف انا اشوفه؟ انت وين؟ وين كنت؟ انا هنا شغل خلاص؟ ايه بادرو اخترت النقل نظيف شوكا شو انا ابو العرب كلام يا نن انت عندك؟ شو يخصك انت؟ امينون شو بلا؟ ترتيب زين تسوي ترتيب النخل؟ وانت هاي تغيور عندك كلمة ترتيب ما حد يصير يقولها؟ كل شيء ما ترتيب. شو سويت انت حينه؟ الحين بنكال شو ترتيب له؟ ترتيب نكال وغصب. لا 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 صلاح شو لا 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 حول لا قوة إلا بالله. أنا 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 ترتيب هو مجان نخل ترتيب هو شو بلاك انت؟ شوف انا بابا اقول انا على ترتيب نقال بس هذا نقال. شو هذا؟ شو هذا؟ شو تنين هبال انا سوامي كلي انا على طول يا حيوان خالص.
راح مسكين هاد كان بتقول الحيوان الحين تبي ضريات تقول الحيوان الحيوان مزتيم مزتيم ترتيب تسوي ترتيب لنا خلي رتب لنا خلي كذاب أبوك هذا كذاب حيوان كذاب أخ عليك زهرمان إن شاء الله زهرمان بعد سر ليك زهرمان هاي دعوة صلاح يا ربي زهرمان مش عارف كنت بزهرمان صلاح وين تعرف زهرمان هذا بكلم أول للتصحيح حد من العرب يقول زهرمان هي ما بزهرمان زهرمان شو يسوي كيف هذا منه ما يعرف يا صاح ما يعرف ولا شيء خدي كان حد الله بالنا بالخلايف كلها احنا هاي بحياتنا نحن هالبيت ابوي ما حد يلوي الصاحي غادي خلافه خلال اسبوعين ثلاثة ما عندهم مناعة انت يدك ما بيها قبضة عدل قبض عدل شو ياك انت بعد حتى انت كره شو قالي ترى شو يسوي هذا ما اعرف انت شو تقول دهن تبي تودون دهن حقه مريم ايه وبعد بس ان شاء الله ودو دهن ودو قهوة بعد تهوى ايه والبيزات وين ليش يعني كل علي انا الجو ان شاء الله الجو في الجو ايه كم ساعة ثمان ساعات من المغرب ماشي عدالك اسبانيا وعدالك لندن وعدالك الدنيا كلها خور بين 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 اسبانيا وبين المغرب خور من تعبر حد يصير سباحة حر يضرب تبه وينبر هناك يلا ان شاء الله انت تبغى نسير ما ادري الشور عندك سمعت الفويس اللي طرت شطاها البارحه ايه؟ طلع سمعت شو قال لك ايه؟ قال لك انت رياكم على حرم الجمر ايه؟ ضيف الشرف صلاح شو يسعد حظنا نحن ايه؟ بيزورنا صلاح من بعد انقطاع 5 سنين ما ادري 4 جل. شو رايك انت المخاوش الخشم ليش ما والله اسمع قول عمي يا بابا دبي انت شو المشكله منو رانا ما افهم شبا رد عليه مرحبا جل حال اخبارك صلاح دبا تريني كيف حالك انت بخير شو بقى بعد هاي بعد الرمسه يلا لا ارمس ذو خدية شو يعني ها ريالي رمس خدية انت قبل الحين فاتح خطين خط وياك انت وخط ويا خدية بعد ساتروم علي انت وين انت اقول لك ها ارمس حد عندك يا ساسو يا ساسجلك انزل شوي دقيقة مرة قبل كغراب عن مزرعة ولا من الحمار ولا ليش يعني حق المداح بعد تطبق الزور السبعات ما اسمعك يا محمد صار خلني اتكلم دقيقه شو تقول محمد اقول لك ولا من الحمار يا غراب من المزرعه شو جايب كزبره بقدونس وفندال ولبن وشامي وكل شيء ما هاي محمد انا عرفتك من 40 سنه اول مره بحياتك تجيب لي شيء حق التصوير حمار انت بعدين بترد تشله اوكي يلا ترياك انقفل يلا بشيرك ابو صالح محمد عثمان يا مرحبا ابو عثمان ما شاء الله تبارك الرحمن عيني عليك باردة مرحبا حيا الله ابو محمد هلا وغلا حياك الله كيف انت ها صديقي حبي الغالي كيف حالك حبيت اشارك به امين كيف الحال الله عند السلم في مصر الله يسلمك حياك الله يسلم ان شاء الله حياك الله قرب قرب قريب في سامان داخل السيارة يا بلي شو سامان حقي من المزرعة يا بسيدة المزرعة اللي عندك هنا الله يطول بعمرك عمرك ان شاء الله لا مرت البيت مرت شيء هذا الموجود جزاك الله خير خلوا نزلوا شو عاد راوني ولا هناك يبونه يبو هناك 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 لا ما يبو الكيتشن ها هنا ما يودوا الكيتشن لا بعدين يودونه يلا حق علي انت برا
يا مرحبا يا مرحبا ابو عثمان حياك الله. باش العيال كلهم خير؟ كلهم بخير. كيف الحال؟ يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عثمان ما خليت شيء ما جبته. صلاح قم سلم على محمد. شو تعال 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 انت معرس انت اقول انت معرس احتاج تقوم ما بيعرسون الحين اخ على وينون قم عاده صلاح يبخي يبخي لي كيف حالك انت بخير؟ ما شاء الله عليك بس ما شاء الله حلو بس زو عرس لا خليك كذا لا 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 الحين الحين انت الله غامين وانت مين وانت مين لا 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 الحين تبغى عروس إيه بس تفضل ابو عثمان ما شاء الله عليك ولا تصير تريق محمد تريق قبل وينه هاكو ريوق وين ريوق ما اشتي مره ما بدي اشتي الحين من مزرعه مسوي لي بس كافي الاسكاني إيه؟ وراك يا مرحبا وسهلا ها إيه. ها لحد لحد وين دبي تقولك سر لحد إيه؟ زين ماشي مشكله مو خذ وخذ لي ها خوتي اي ان شاء الله هذا ما يبلنا نحن بعد تبمنا باذن الله ها ان شاء الله يا ربي محمد عثمان ما شاء الله عليك فاجأتني بهالشيء اللي جايب لنا شوف الله عليك هذا كله حينه طال عمرك كله مزاد الدنيا طال عمرك ما شاء الله عليك كريم يا ابو عثمان كريم اللي بينك الفندال ولا اول مره نشله طال عمرك اي ما شاء الله نعم اول قصه ما كريم انت يا ابو عثمان الحمد لله انت اكرم طال عمرك انت كريم عيني عليك بارده انت يا اكرم لكن له بعدها لكن الحمد لله دوكم دو شوفوا ها شوف ما شاء الله بيصور شوف انت شاف النار بارد لا حول لا قوة اسمي كيل سناب خبلت بعالم وايده وحد ما حد من بونه ربي تقاصر وزاده هنا فوق هنا تكلم عاد تكلم عاد وخذي يبي عيد بيبي هذا شو عاد عرفني محمد هذا اول شيء هذا الغالي عندك بيليان انت هذا بيليان وهذا وهذا شو اسمه شبت 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 اي فندال 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 هذا ولبن ولبن وشامي شامي وبيض وبيض وبغدونس اي وبغدونس وجرجير ما شاء الله كزبره كزبره اي كزبره من مسوي لنا هالترتيب كله؟ هم مسوي لنا شو اسمه؟ مسوي لنا حسين حسين لا 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 اي 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 ايش سالفه مينون؟ انا تقول شو يقول؟ يقول هذا يقول بحط لي هي يقول حط لي يقول حط لي هو شو يقول الحين يقول حط له منه حق البيت يقول حق هديه ها محمد محمد اي شو بسك انا ما يكلم هذا حق صلاح هذا كل حق صلاح هي يا تسلم هي هي حق صلاح هذا يستاهل صلاح وخالدي نعم وهذا الترتيب سوى لنا كل حسين ما اسمعك حسين سوى الترتيب حسين ما هذا هذا ما اسمعك شو تقول اقول لك الترتيب سوى لنا حسين ما اسمعك انا محمد خلي اتكلم زين قول خلاص اقول لك ها الترتيب طال عمرك مسوي لنا حسين من مزرعه ما اسمع انا وخلاها لقى صلاح ها صلاح سوى ترتيب هنا ابو زينون زينون انت زين انت نزلت بالسياره هذا زين بس شوف هذا نزلوه وانت سوي ترتيب هنا يتخلوه هنا عشان يحطوا لك ما تبغي تبنى ايه 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 ريت خلاص ايه 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 وانت ما سوي الترتيب هذا هو اي صلاح شو مشكله سيدي راكب داخل كيس من هذا هذا من مسوي الترتيب مسوي لنا هذا انت من مسوي الترتيب هذا صلاح ها انا راكب داخل كيس ترتيب ايه ايه معك صلاح ثلاثة ترتيب ما كيس ما خل خل الباب البيض إيه شنو بحط الدخان كل ما التفريخ يوم ما ياب عيالي يبتحقي أول
لا ها فقير هم الباحي بس ما شاء الله ما شاء الله والنب في نب تو عدم رايح ابشرك بس هي تبشر هادو ها ما شاء الله هذا عمرك بعده ايه يبقى الشهر اسبوع اسبوع ان شاء الله هي نعم ما شاء الله يا ابن ابشرك وخيره الا ما شاء الله طايح بيها طايح تبشوره خضر بعد ما شاء الله حلو سبحان الله اي حلو نعم صلاح هذا بتسوي ود حق خديجه زين هذه يطلب منا بس ياكلونها هذه ياكلونها عم ابن شاد عن هاي بودي حق اختي زين يلا حبي حط له بحط صدوق نحط كل شيء شوف ما شاء الله غليط يا محمد لا لا ما في مشكله حاطي في الحلبه لبن بالحلبه طال عمرك هي غليط سلام بعد الحين هو كيف حالك ابي ابي هلا ويا ابي محمد كم كودين في من المياه ها كم كودين في من الماء ما يبلاش ما مسافي تقولين قال لي ما ما عمك ما يهمك ما دام الكراسي موجوده ودي لهم هذه شو حبيبي حطوا كل شيء كتر كتر حط خرايط مزر كل خريطة مزرها لين عينها كله حق صلاح يلا بعد 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 حط شوية بس كافي بس ولا ثاني بيت لا بس عنبو مال مولي حط بعد كثرة كثرة بقدور ثاني قرطاسة ثانية هذا كذا هي بقرطاسه ثاني ما شاء الله تبا يا ريحتي يا محمد ما خنها طال عمرك عطيت خير بس هي ايه 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 علبه صاحي انت لا تخلطه لا تخلطه لا تخلطه كل حاجه كل لا غير هذا هذا غير هذا غير سوا سوا كيس ما في ثاني هذا يلا هذا يسكر ثلاث ثاني بس ولا واحد لا بس 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 خلاص خلاص شو باجي بعد حطوا له شوي فندان ومن هذا بعد هذا باقي هذا انا بوقف ابوي لا لا خف 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 من خف حق لك انا ابوك لا بعد خف ربطه وحده هي بس الحين هي انا ابوك كل سنه وكل حول يا ابو عثمان كل سنه وكل حول يا طعمك الله مثمار الجنه يا ابو عثمان اول مره بحياته هذا شامي شامي حط فندال حط فندال خمس ست حبات وحط شامي طاستين بيض لا تعطيهم لا عن ابوه شو هذا شامي شامي ان شاء الله ايه ستة بعد وحدة بس خلاص يا ود سماهم كل مكان واحد ما فهمك عيد الرمس محمد عيد ما يوم ركز عاد الحين رمسك الرجال يوم ما بتخلي بقرة ولا تخلي عنز ايه صراحة عيبة تخمخين ها عيبة ايه لا لا يخلي هاتي يوم واحد كل شيء موجود طالع عافية بيبي عافية الله هذا الشلة اللي حق يجي باكر ان شاء الله محمد مزرعة اشكو شكريا شكريا دوك يا بلك يا بلك يا بلك كلينكس لازم اجيب لك كلينكس شايف شيء ها جايب شيء تايف اهلا وسهلا اهلا وسهلا تبغى حتى نشمان ما يدري يمكن انك جايب سامان ولا كان بين الشلك واجب ايه يا الله الحين ما شفت يا بالخيلات يا بالدنيا كلها ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير وصباح النور والياسمين يا مرحبا وسهلا اليوم طال عمرك من اليوم ويوقف فطوري عند الخالد اليوم عازمني على الفطور وعلى الغداء وهذا طال عمرك بعض بعض الريو هذا هذا خبز محلى او ورقاك هو محلى هو قالك واحد وهذا احنا نسميه شباب هذا شباب شو طيب شوف هذا مشروع مسنع مسنوع مشروع سنابر جديد ما شاء الله تبارك الله بلوجر جديد هذا مشروع الحين تنفخه بطيح مسوي يومين بطيح ها تنفخه
ابي لك خليط ولا لك شيء ولا غيره. هي. لا 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 هذا مشروع شخص جديد الحين بيدخل عالم السوشيال ميديا، نتمنى له التفوق. خبز مرضف، هذا مرضف، هذا مرضف، شو مرضف؟ تعرفون مرضف، تعرفون انت الخمير وشباب والقيت حبه الباجي لك كيفيه انك تحبه ترطل ابيت انك وسمه ولا شيء غيره تقوم ايوه ريوه شفت الالماس ويوه تبارك الله سبحانه وتعالى وكل شيء. لا بعد يصور، بعد يصورني قاعد الحين لكن ما بين زين لان بعد انا فلتر وهذا الحبيب عاد من هل. يا مرحبا يا هلا يا هلا وسهلا يا مرحبا. السلام السلام عليكم. ما شاء الله عليك، خلاص الحين تسوي معلم باكر الحين هالنمونه من حد يصورون دقيقتين اصبح نهار ثاني بيغدي بالخيبه. شو هذا؟ هذا انا اذكم انتم تغطي انا وياك. اي والله يا سلام يا سلام بيغدي مشهور نهار ثاني. لا 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 ما هو مشهور، انا من البيت الى المزرعه الى اي اسلم لك انا قضيتك. محمد عثماني تخبرني يقول لي عن سيرة مصر، قلت له سيرة مصر رقم واحد، تسألني عاد عن علي، قلت ابوي علي ويانا اليوم الاول اليوم الثاني نهار ثالث حد دوبه من دوبه راشد، قال يا انا يا ابو راشد. تخيل بالرغم اني انا محوشنا من متى؟ من سنه ونص ما خليته هي. يوم عدى امس قلت له برايك تعال، اعتدلت؟ قال خلاص توبه ما بسوي ازعاج ولا بجلس. تدري ايش يسوي؟ يتوقف في الطرق في الاسانسيرات في السير والجي يشوف اي حد جايني يرمس وياه ياخذ ارقامهم، اخاف تلوت عليهم الاشياء هيك تلوت على كم واحد قبل. المهم بهذا موضوعنا، يا انا يا ابو راشد، يا انا يا ابو راشد. قلت لا والله غلا في ابو راشد ورخص بك انت بطل هذا بحط الهاتف الصيني العود الريوق ما مخلي شيء قدامه. اي والله غلب الله يكبر راس محمد. إيه. اخر يومين ما كان يظهر. نعم. علي افتكينا من عمبولي سنه كامله افتكينا حوشت عقب. هي هي لان شوف 20 سنه وانا وياه. إيه. او 18 سنه على اساس انه يعتدل 20 سنه يعني يجيني خمسة ايام اللي ايهم مصر يجيني هالخمسة ايام ثلاث وديات اتضارب وياه. يلا شوف اي والله يفور دمي. انت بتخلي براشد وبس حق هذاك حق علي. اي والله ما يتشاهد يهبي يبغى له براشد ورخص بعلي. اي نعم. نعم. يا مرحبا ابو، اتمنيتك والله ويانا محمد في الحفله. عاد تعرف ما شاء الله الحفله انت ومكانه مشي ويومي ركيض وغير، وين اقدر انا امشي وياكم؟ الشوارع انا هكا بتخيطرت ابو راشد عبر الشارع سياره ولا تي شيء وغير وتعرف عدد زحمه مصر مشكله. كل حد يطرش لي نبغي سراب محمد عثمان، نبغي سراب محمد عثمان. لا لا ابو محمد محمد عثمان يستعمل بس واتساب وتليفون بس هذا هو. اي لا لا يعرف قبل استعمل قبل لا كبيني بينك. ايه وبعدين استاذيت وين اسير وين اي وين رحت وغير عرف تعرف الدنيا كلها. ايه وحق شو عدنا اسوي هالسوالف هذه لكني اصور انا حين واطرش بعض الصور حق ربعي على الواتساب. الواتساب ما شاء الله عليه. إيه. ولا سناب ما سناب وهذا لا لا ما شاء الله عليك متحدث قوي يا ابو عثمان. إيه. الحمد لله رب متحدثين لكن بعدنا شوي بعض الخوف. إيه. ليش ما نقدر نطلع كلام زيادة ولا شيء. إيه يا غريب كون أديب أديب ليك نور ما شاء الله عليك. كل شيء عندنا نحن، عندنا القصيص، عندنا خريف ما الأول، عندنا وعندنا وعندنا. لكن تعرف إنسان كم سنة تسوق سيارة محمد؟ والله أخذت الليسة من سنة 72 طال عمرك. 72 إيه نعم. أول سيارة بحياتك خذت تشي؟ والله 20 واي 120 واي نعم. والهارتوب الأولية؟ هارتوب ما هارتوب قبل هذاك عقب اللي إيه. انا لحقت على الهارتوب. ايه عقب هارتوب نعم. هذا الله يسلمكم محمد عثمان، انا سرت ويا رجال ودلاني درب قال لي بات الاسبوع الجاي سرنا ويا واحد اسمه من هالزعاب من جماعتهم سرت وياه كلبه عن طريق جبل علي فاتحين درب هاك اليوم فاتحين درب وطريق مختصر ما وعينا بعمرنا لو وصلنا كلبه هاك اليوم بالشوارع الكبار بعدهم ما موجودات كل هالطريق عن طريق الوديان الطرق اللي تودي كلبه خور زعاب ها؟ خور زعاب. المهم قال لي محمد عثمان تدل الدرب قلت له هي قال لي عيال الاسبوع الجاي يوم بنسير انت الدليل قلت له ان شاء الله ركبت انا عداله
وتميت طايح على الكرسي ورقت. سالفه عندك الحين يا هاك اليوم الاجازه يوم الجمعه والظهر يوم الخميس، هو ترخص من الدوام الساعه 11 وقلنا ان شاء الله بنتوكل عليه. زين وبذكر ان هاك اليوم هي تذكر تذكر انا اذكر انا يوم اللي اسوق السياره اذكر انزين وانت قلت لي برقد قلت ردت ها وين الحين انت الدليل انت انا اسوق وانت الدليل انت سويت اللي من اخور زعاب انزين ها وين الدوار الاولي وين يمين يسار يمين يسار عقب خفن ثلاث ساعات وصلنا ساعتين ساعتين ونص ما هو عين وين عند دراما الراشدية قلت خالي شو هذا قال هاي دبي معزومي في تلبة انت حامد انت حامد معزومي هناك جيبنا يا ابن دبي هنا ايه عند الصليدي اكل الصليط طال عمرك ترى ابوي محمد ثمان اللي انا راقد انا راقد في 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 عز نومي وانا راقد على الكرسي وين يمين وين يسار وين يمين وين يسار عقب ثلاث ساعات ما وعينا بعمارنا اللي عدال التانكي مال الماء مال راشدية قال لي محمد عثمان هذا تانكي اشوف وين نحن يوم تبركت ولا عند بيتهم الصليطي دبي الراشدية الراشدية تحيد اي نعم اي والله هم السوالف الأولية نعم سوالف كثير طال عمرك فتح البتاني الباكستاني بيسافر ايه نزيل الله سلف عنده ميلس عنده من الجماعة ميلس وعنده هذا الريال عند دريول باكستاني يوم من الايام هاك الساعه انت وياي بدخل قال لي بابا انا تراني بسافر اثنين ان شاء الله اثنين يوم بيسافر تعرف يبغى مسكين نصيب وغيره بهانس بس ياك الساعه واطلع المحفظه واعطيني 200 درهم قلت هاي عشان شو عشان البيت هي بركات راعي البيت اي البيت وغيره رد لي عنده واحد باكستاني واجه قال بعد هذا بعد زمان بيسافر ما شاء الله بيسافر ويزخ المية عنه هو قلت يلا انت مية وهاي مية يطالعني ايه يتحسب اعطيه من غير خط عن اللي من ميتين خط عن مية واعطيه ربيعه زيسه جديد ادخل داخل ميرة يلا الحين عندنا سالفة هالي عاز منك المطعم ايه مطعم شو قبل هذا الله يسلم عندنا واحد في الميلس قبل أنا فاتح الميلس فاتح ويوعد الشباب ورقة ما ورقة وغير في واحد يسوون بخيل 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 يوم ياه كل أيام يعني قام عثمان قم قم بس يا الشيك أول مرة يتكلم على الشيك قلت إن شاء الله أبوي بتخلي بأخذ المحفظة قال لا حسابي أنا بعشيك اليوم في بها الدنيا هيا ماما توقيت بخاطر أنت بخاطر تبدأ علي قعود عثمان لما في مطعم وركبني سيارة مطعم هاك الايام مطعم بقابي وين في اي مكان في خالديه زين ايه صغير هاك الساعه اينا مرمولي يا خالد ودخلنا مره وطلبت ثنينه كباب ايه عشي هاك الساعه وهذا وبعد ما شويه الدنيا ويلا وتعشى وتعشى عقب ما تعشي هاك الساعه طلع بعد ما عشيت هاك يوم التليفونات طلع شي لحظه تميت ميلس خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ظهر تبرع دور ريال الحين المشكلة ما عندي فيزات ما بيها بيها محفظة كان دورتي لك ساعة وقحبيتي حتى بعد ما عندي ساعة عشان بقى حق الريال برهن الساعة ليه ما يكون فيزات وغير طالت بي الدنيا السالفة كذا طامت بي بس لا في الدقيقة لا في ريولي ما عندي شيء فيزات واخلاف نص ساعة وانا سبحان الله تقول هذا الريال منزل لي من السماء واحد من الجماعة ها ما خير ان شاء الله قلت تعال قول واحد ريال عازمين على العشاء وكان بس يبيك احيانا يا خالي ما عندي شيء حتى الدرهم ما في مخباي ويصير هاك الساعه مرمولي ويسلم بس عميق الساعه قلت جزاك الله خير وغيره يوم نهار ثاني يعني الريال قلت بعد يعني الميلس يلا ما اشوف وجهك الله يرحمه توفى وفاك يعني نهار ثاني زيد جابني بويه قلت له شياب انك بعد اقول عندي بعد جاب انك بعد خليتني دام الريايل اقول هناك هاك اليوم لا اشفع ولا انفع لا اشفع ولا انفع اقول تمت اكثر من ورغته قلت يلا ما اعرفك مسكين الله يرحمه توفى الي باكر توفى وانت رايغنه الله اي الله الله يرحم مسكين اي اي والله هاي سو عارف صبر يلا بس ما شو قصتك الأولية انت يلا خبرنا عن قصتك الأولية يوم في المدرسة تصير تغش شو ها الغش مع المدرسة ايه. الوقت اللي خطف ايه. سنة كم عاد هاي السالفة والله اخوك سنة يمكن 80 اي 80
هي 80 بين المساء درسنا. هي 80 من عرفتك انت مخلص من المدرسة مخلص. انا عارف انك شيء 70 لان رديت انا طال عمرك مساي. انزين اي مساي. انزين والسالفه هاي سويت في المساي. اي مساي ايوه. انزين طال عمرك لان كملت انا اول اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي. انزين وتعرفت على واحد وين عدى ان شاء الله ما شاء الله متفوقين في الدراسه وغير وها. دخل علي وقال لي شو تسوي انت جالس؟ قلت له هسه ذاكر. قال لي قم تسيخ اقعد عندك الكتاب. وين توديني؟ ويبني سيده الساعه 3 بالظهر سيده وداني مدرسه. ليه كنتوا الساعه 3؟ قال لك ودر الكتاب ولا تراجع. عندي لك حل احسن على المراجعه. بوديك المدرسه. صرتوا مدرستكم. عاد هو وين احنا صفنا الطابق الاول. الطابق الاول المدرسه في البطين. ويخبرني ايوه ويخطني بالدريشه شو تسوي؟ قال يلا انت وين تجي سنه؟ ما دخلتوا من الباب؟ لا لا بدخل من الدريشه الباب مكفور. هي يعني صار لي دار بينما يجلس انا مرموري وقتها مسجل اكتب سوالي جواب سوالي جواب سوالي جواب على لي دار. اي هو منك وانا منك. كل حد على طاولته. كل حد على طاولته على ايه الطاوله على اللي دار عند الطاوله. خلصنا قال انت وظهرنا يوم الساعه 4 دق الجرس المرمولي وقت الساعه ودخلنا داخل الصف الامتحان. اي حق امتحان اعطونا ورقه هذا دخلنا مرمولي بعد تو ياسين وانا بيت المدير. مدير ولا المدير؟ احنا قاعدين في الصف كلكم الطلاب كامل جاهزين حق الامتحان. كل حد صفه وغيره. يا مرمولي يا يا تفضلوا يا جماعه اللي صف هذا ينتقل الصف الثاني والصف الثاني يهنا. وانت الناس بالظهر لا رقيت ولا درس ولا غير كاتب كاتب على الإدارة تمت كتابة على الإدارة. هو يطالعني وانا طالع حسبي الله عليك يا فلان اسمه ابراهيم اسمعت هو حسبي الله عليك يا فلان وغيره وتم الكتاب وتم لك التسجيل على الإدارة وغيره وهذا وشرك. لكن من كثر الحمد لله ما من كثر ما كتب عندي شو معلومات لا صدق المخ شويه. إيه لا صدق المعلومات سبحان الله. المهم عدت السالفه نهار ثانويه. ها شو عندك بعد؟ قال لي قوم السير يا ريال هاك بعد نجحنا الحين بعد شو بتسوي؟ يوديني البطين يا ابو محمد. نعم وداني البطين عقب نهار ثاني يعني وداني البطين. شو ها تعرف عندي الكتاب هالعود هذا برشي براشيم خلون كل صفحه هيك ما اعرفك اللي هي سوالف هذه ويسوي لي يوم تقول كان شال قنابل شيء منه شيء منه. زين ودخلنا الصف اطول له هكذا ورقه بان امتحانات وغير ساعه احيانا اللي بيطلع له يطلع له الاوراق بالمخبه كيف قلبي يدق وحاتي حال وهم ما شاء الله من هناك بيسوي شغل. وانت والمراقبين هي مراقبين هكذا ما اعرف لان انت بطلت البراشيم حطها بين الاوراق احنا شو احنا كيف انا بطل الورقه بطل هذا الكتابه؟ قال الريال المراقب لاحظني شاف الريال مرتبك مراقب مرتبك شاف الريال هذا بحاله وانت والله تتقلقل انا تشوف انا قلبي يدق وشو اقول لك؟ بعد توه بسويها بطل الورقه وانا اشوف المراقب انا حبيت الدي شو ها؟ قلت طال عمرك اقول البارح الوالد قلت في الطوالي وما درست في العناية واليوم على الله عليك اليوم يوم شاب مواطن هاي سوال واحد قال لي شوف الزعد الحين ما بالسالفة السالفة كيف اطلع الجواب والسوال قم نبش ورقة ورا ورقة ورا لا تجي وصق عن الباب عاد ضر عاد من القش اللي من القش النقاش زين بدل ما تدرس وتراجع طول الليل وطول النهار وغيرها إيه. وعندي واحد الله يرحمه اسمه عدنان طول وقاي كان مسؤول دار ايه رحمه الله عرفه حيده ويجيب البيت قلت يلا ها كتاب ابتكرنا التاريخ وعندي مسطره مال الخشب سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب من عقب المقارب لين كل الساعه 10 وكان لك الساعه مر نهار ثاني مر علي انا بعد اويهي قلت لك ولا طاب ابراهيم اقول له ها شوف حس قلب ليسك هو وين كتبت؟ على المسطره مال الخشب ايوه هي كتب مرمولي هي مسطره وهي مكان بتغش منها هي كتبت على المسطره
انزين ابو ابراهيم قال حس بسويت قلت اقول سوالي فلان قلنا انت دخلنا نفس الصف هو من افضل منه يوم هاك الساعه المراقبيه عطونا الاوراق ما اوراق مال الامتحان الساعه الاوراق مال الامتحانات توقيع وهذا هو من افضل منه يوم عقب عدي تو بعدي بطع المسطرات بعدي تو بعدي باكر اسمع منك اساد ابغى مسطر عند ابو عثمان بسطر قال هات تدوري ما تلقطني قرب بلاته يا سيدي مرة المراقب اعطي المسطره قلت لا انا بودي المسطره بشيل المسطره مرمون يوم تبغى مسطره المسطره لا اذا اعطيت المسطره خاف يشوف الكتاب هيب هيب شوف الكتاب يوم جيت ماخذ عني الورقه مال الامتحان وين تقاعد سوق السمك قلت له سوق السمك ولا سوق اللحم يبغى المسطره هاك المسطره ابوي تم هاك الساعه يقش من المسطره يقش 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 ابوي خلص ورا عيني طالع شل المسطره وحطها داخل الدرج قرب بلاته وظهر ودارك انت هو نجح وانا صغرت اي صف كنت محمد؟ ثلاث اعدادي اي ونجح انا صغرت في الماده ذاك اليوم محمد؟ وقلت عاد عقب لا تجيني البيت يوم العاد سالفتك اربع سنوات زعلت علي اربع والسب هي خذ المسطره؟ اي اربع سنوات قلت ما تجيني البيت يا هذا يجي عند الباب قال لي شا تبغى يجيك تذبح لي ذبيحه قلت ديش ديش ما اذبح لك يجي عندي عند الباب اسولف وياه ويصير انت حالف ما يدخل بيتك لا 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 شو اقول لي ما تعد ما تلو حي هذا لا حي خلاني نسقط وهو نجح وسبوه سالفه اللي متلبس داز بالحي كله حيره طالع عماركم هذا اليوم جايين نضيف على الغداء وضيف شيء طبيعي ما يبي تصوير لكن قال لي ابو محمد انا اليوم متهلع على الاكل الشامي اللي ضاري انت تطلبه ساعات في دبي ساعات ابو ظبي اللي من مطبخ الموضي قلنا له ان شاء الله ريال ما يبي تصوير وبنتغدى انا والريال ابو عثمان وان شاء الله منهل صلاح بغينا يتغدى وانا ما طاع المهم غدانا بيكون من مطبخ الموضي اللي هو المطبخ الشامي الاكل الشامي اللي على بطن وظهره اليوم غدانا هذا بيكون هذا اولا انا طالت اعماركم ما يلي ياتنا طالت اعماركم اربع صياني اربع صياني كلها سمكان شوفوا ما شاء الله هذا سيباس سيباس سبرين وهذا الحجم الجامبو امسك حبه وحده كبير امسك والحجم كيف ما شاء الله هيا يجينا طالت عم مشترع ما بيزان طالبين طلبية وتبوا وصل يلا شل يلا سنعوا كل شيء تعرف كيف ترتيب حفيظة أيوة إيه يلا وكل على الله thank you شباب thank you thank you thank you أنا طالت عماركم صداقتي ويا العمالة المساعدة في البيوت صداقة مثل اللبو ويا عياله مثل الابو وعياله مثل الاخوي اخوانه ما عاملهم كادنى او كمكدس لا كلمه شكرا كلمه تفضل كلمه لو سمحت مثل ما تعامل الويتر داخل مطعم كن نفسيك ويا العمال اللي عندك في البيت بنفس الطريقه الناتج هذا اللي تشوفون التعديل ومكان دوما نظيف كله مرتب الطبخ من اروع ما يكون الخدمه زينه سيائر نظاف حاطين حال يعني متعبلين حتى من العيال يلعبون الصغاري وهم بشغلهم السائر راعي الزراعه يسوق راعي واللي يسوق يلف سمبوسه واللي يلف سمبوسه بتشوفه تحت الحلال وفي الزراعه يعني أموري كلها مترتبة فضل من الله سبحانه وتعالى شو السبب هذا كله زين المعاملة المعاملة هي اللي تخلي لادمي يغدي زين وياك يوم أنت بتغدي زين وياهم وأخلاقك طيبة ما شيء زعيج ولا شيء صريخ وتعاملهم بالتي هي أحسن وتكرمهم الله يسخرهم لك الله يسخرهم لك ورب العالمين الله يسخر الناس لك أنت لأنك أنت ترحم رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حكم الحكم أولا بيننا وبين العمالة الوافدة اللي في المنازل الله سبحانه وتعالى الله منزل شرع أنك أنت تعامل الوادم بالتي هي أحسن لكن اللي من عقب شوية القوانين اللي في الدولة القوانين والتشريعات اللي مسوتنها الدولة هذه هي الفيصل بينك وبين العمالة إذا أنك أنت تعاملهم بالتي أحسن تعطيهم معاشاتهم القوانين إجازاتهم مترخصتهم هذا لهم وهذا عليهم فلذلك أمورنا كلها سهالات في هالبلاد الطيبة شو السبب؟ لأن قوانين ومن سار على درب وصل ما يستوي انت خذوه فقلوه تمشي على القانون الله ييسر امورك
قوانين طالت عماركم كلها لصالحنا وصالح العمالة الوافدة، صالح الناس اللي يشتغلون من خدم مدري ولي من سايس من مزارع، جميلة وأشياء زينة تواكب سير العمل وتواكب المجتمع وتواكب جميع أذواق شرائح المجتمع. بين يوم وترك بين يوم والثاني ما توعلى تم تعيين، تم طلع مرسوم، تم تعيين طلع مرسوم، تمت هاي شو هاي كلها ناس انتقاهم انتقاء حل الخبرة، يتنقون هل بالمعرفة، لأن الناس اللي عندهم شهادة وفاهمين السوق شو يبقى دو الخبرة، هذا تحت 600,000 خط ليه عنده خبرة، هذا هو اللي يتعين، اللي عنده هبله خبرة، خبرة من ذوي الاختصاص يوم يتيامع عن تتيامع الخبرة والاختصاص يتم اظهار القوانين وسن القوانين اللي هي لصالح الشخص اللي جاي ولصالح المواطن والمقيم. هاي كلها اشياء تعدلت امور كثيره والله فتحها علينا والله تقننت ساعات العمل وتقنن شو له وشو عليه الانسان اللي جاي لنا، هذا كل شيء وايد جميل. ابراهيم خوري طالت عماركم، حتى التجار الاول بضبي ولد يعني بحق الايام يعني يمكن بيني وبينه 10 سنين أو 8 سنين أظن أو 15 سنة، اسمه إبراهيم خوري، ولد شاب في السوق وفنان وبزقرتي دوما جاكيت كوت وراعي تجارة والعالم تي دكانه حفيز عدال حفيز حياة عبد الخالق، والعالم تي من زين وزيد وعبيد من غياثي من السمحة من سويحان كل نجي الحفيز عند إبراهيم خوري. المراد إبراهيم خوري ها طالت عماركم يوم نحن صغار عنده ولد يسمونه خليل. خليل ها ولد دوما 24 ساعة في المدرسة ولا يحب يجلس في الحفيز، دوما في الدراسة ودوما يخلص حسابات منو حل اللي عندهم يعني عبارة شارات اللي قابض كراني عند أبوه يكتب حسابات منو دخل شو هذا إجازة هذا متى بيصير وهذا متى بيجي هذا متى بيحملون هذا كمل دهر، وكان دوما هادي دوما بقحفيته حين قحافي الأول اللي بهم مكة عليهم مثل النيرات هايين دوما كندورة لاس وقحفي ودوما نظيف يلق ودوما نصير يوم الخطف عدال دكان إبراهيم خوري وايج نشوف ولدهم يسمونه خليل، واحد فنان صغير صغيروني يمكن أقول لكم عمره 13 سنة 12 سنة صغير، لكن ما شاء الله عليه أبوه حاطنا في عينه ومقبضنا الكتاب والدراس وقاس يكتب ويعدل ويزين وقبض هذه المهرة وعشقها من يوم هو ياهل. ففرحت أمس يوم يا وتم تعيينه كوكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، فهذه تحققت مقولة من 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 سار على الدرب وصل ومن زرع حصد، فالإنسان اللي يتعب على عمره ويأسس عمره ما بارك هو عاشق المهرة هذه التقنين القانون بين العمال اللي كانت تشتغل عند أبوه شوف عيني ما حد قال لي نعم، وابوه متشل عليه في كل كبير صغير وهو ياهل، هاي الرمسة خذوها بلي 100% كلن يعرفها هالبوابي واللي يصيرون ويجون على سوق بوابي الأولي كلهم يعرفون الموضوع هذا، فسبحان الله يعني من زرع حصد من سار على درب وصل، الله يحفظ إن شاء الله. لذلك أنا دوم أنا وغيري نقول أن القيادة الحكيمة تعرف من تختار منو هم أهل الثقة اللي يستحقون هذا المنصب. أبو عثمان اللي ما خبرتك عن إنه جاي النظيف ويتغدى ويانا، لكن اللي ها ويانا هنا هي نعم الضيف طال عمرك طالب أنت تبي سمك بشواي، نحن أبوي ما سوينا سمك بشواي، طالبين أبوي أكل من مطعم مطبخ الموضي للأكلات الشامية، واليوم بيكون هذا غداك منه وغدا الضيف، الضيف طالب هذا بتهلع على شهوتهم فيها العافية، فإن شاء الله اليوم نحن بناكل، لكن الضيف أبوي طالب عدم تصوير تصوير يعني. بالتصوير انا وانت بس نسد نحن، لكن غدا يعني الساعه 12 ونص وصلنا من صلاه الظهر يا الحين اكو يا سي يرتبون الغداء يرتبون اي نعم اي زين جزاك الله خير. المهم طالت عماركم هذا الموضوع قبل 4 أو 5 سنين بنتي الله يحفظها موضي اقولها مايا يعني متهلع على طباخ سوري طباخ زلمات يعني شيء فنان، قالت لي بوي هاي البيت عدالنا انا اعرفهم عارف بناتهم وعيالهم يعرفون يسوون طبخ طبخهم فنان، لكنها ما يطبخون للبيع ومشترى هاي يسوون حق عمارهم، قلت لها الفضيح قالت لا
اي ما يهمك، انا بخبر بنت بخلي سوى. المهم سووا لي اكل سوري شيء بسيط يعني، حتى الوعيان كان من عندنا، وحطوا لي ورق عنب وتبوله وكب كب محشيه ما ادري ايش قال. المهم كبه بهنتين، وسوى بعد شيخ المحشيه اتذكر هاك الايام، وما ادري شيء بعد طبعا مجدره ما. المهم من هاي الاشياء يوم كلت لنا طباخهم غير نمونه، شيء غير نمونه. المراد قلت لهم ليش نحن ما نسوي، خلي لكم انتم تترزقون الله وتسوون شيء مرتب زين. الاسره هاي ولانها اسره متماسكه عباره عن ثلاث فلل، كل فله فيها ثلاث عوائل وكلهم من طائفه واحده جايين من اول ما استوت لحد. المهم عايشين هني ويشتغلون وهذا، لكن وضعهم عادي. قلت لهم بخليكم وضعكم يستوي سبيشل اذا ان سويتوا اللي قلت لكم. قالوا ان شاء الله. شو يا ابو محمد؟ هلكيت هلكيت الحين كم الحرمه؟ حوالي 30 حرمه مجلسات، ما عاد كلها شغل ولا سوي مطبخ واشتغل. قال من حين ما عندنا حديد، قلت انا بدعمكم انا بسوي كنا الان. ومن هاك الان الى هالان سوى مطبخ كم كبره، لدرجه حاليا يوميا يظهرون اكثر عن 15 او 17 ذبيحه اكثر. ناهيك عن الاطباق الصغيره المحاشي وما محاشي وعزرائيل وطحنة الزبان، الذباح اكثر عن 15 الى 17 ذبيحه، خرفان محشايات ومشوايات، برياني، المشابيس، المناسف، كل شيء يخدمونه. فلذلك طالت عماركم هذا سبب تسميته مطبخ او مطعم الموضي، لانه بنتي الغاليه اخ العنقود. فقلت لهم بنسمي المطبخكم هالاسم، وان شاء الله ان الله بيسر الامور. الحمد لله هم مبروكين، ناس خايفين من الله وشغلهم زين ومضبوط، وانا دعمتهم، وهذا سبب تسميه مطبخ الموضي بهالاسم. واللي بيقول لي من وين جبت اسم موضي، موضي طالت عماركم، ما بيعدلنا انا من شرق ولا من غرب، اسم موضي اسم عمتي خت ابوي. عماتي ثلاث، حياه عمتي عاشه، حياه عمتي منيره، وحياه عمتي موضي. حياه عمتي عاشه، حياه عمتي منيره، وحياه عمتي موضي. فموضي سميت انا عليها، ومنيره يدت ام محمد، ام محمد مدامتي الحرمة يدته اسمها منيرة. أنا ما أخذ بنت ولد عمتي. المهم طالت عماركم مضغوطين، ويلا يلا راموا يسووا لي ذبيحات انتين، وحدة خروف وحدة تويس من غير. شو سويتوا؟ هون أسلمك أبو محمد، خروف نعيمي محشي وراء أنب وكوسة. يلا افتح. أنا بسم الله، هذا خروف نعيمي افتح كامل 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 كامل، محشي ورق عنب وكوسه، وعلى جنب كوسه. انزين انزين. وهذا هذا تيس على طلب تويس صغير على طلب ابو محمد. ايه عباره عن شو هذا؟ تيس وزنه 3 كيلو ونص 4 كيلو. هذا على طلب ابو محمد. هذا طالت عمار متويس، هذا اللي تشوفونه هذا. يا ربي احنا حطينا الاضافات الثانيه بقى. وكيف طالت عماركم نظيفنا هذا ومتفيز رحينه ولا برايمين؟ عاد نحن نهبش اللحوم وايد، لكن ان شاء الله هو عاد عادر لنا، وهو عارف انه هو حي وحاي، حي وحاي وبيع مسابيح، هو اعلان وهو طالت عماركم كرامه للرجال، الكرامه هو اللي طالب. شوفوا هذا الكتف الحين، شوفوا ايش قايل، هذا نعيمي نعيمي. ها شوف ايش حمته، ها ها شوف ايش حمته، هاي ايش حمته، ايش قايل ناظر، ها زبده والحمته هذه، هاي الحمد حمى عليها رضوان رضوان من يا ربي. فكت بدل ما تاكل عيوش تسود صحة اللي ما تشوفها. كيف تعرف ان الطبخ فنان انت؟ تعرف ان الطبخ فنان يوم تشوف انه كل شيء ناضي، ما بيجي لك شيء ما بعدل ولا شيء قابض في شيء، ها كله ناضي ناضي ومره محاتي، ها هذا داخل كله زاهر وكله ريحه حنينه، واللحم ناضي من خارج كريسبي ومن داخل جوسي. هذا ما تشوفون هي ابو عثمان بغيقل اليوم تغيقل، سامحنا ابوي الغالي بارك الله فيك. القطعة هذه بالله عليكم، هاي طرف الجفن
طرف الجفل لكنها شحمه شحمه لباني. هاي الشحمه يسمونها شحمه لباني. هاي تقبضها هالنمونه ها حطها في طرف العيش، ما تسويها اي سائل فقير، بس اللهم انك تشلها قطيعه من اللحم ها وتحطها. هذه وين؟ هذه تحط اللحم تحت وتحط فوقها الشحمه، الشحمه اللي من الجفل الهريفي هذا. هذا خلاص، هذه نمونة ابيض البحلق مع حقرون لازم هالنمونة. اطول العمر. محمد شو رايك؟ رايي والله بيضرب وجه طال عمرك. طب حطينا نمونة صغرنا صرنا فنادق ورحنا المطار رزمونا على هالاكل هذا على البخار ما شفت. سبحان الله تبارك الله. ناضي 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 وحامس. شوف شوف كيف اللحم يكتقع ابيض طيب ابيض. تقول بان سبحان الله. تقول بان بان يسلم يديره طابخنا واللي مسلم عيابي النهنه يسلم يديره. نعم بعدها شو بعدها هنا بعدها هذا الشيء قريب بعدها هنا هاي كبه محمد. ها كبه مشويه. مشويه كبه حق. الله حق ليكم حق شايف اللي شوفوا اللحوم عندهم على حسب الرغبه. شو تبع عندهم؟ بغيت محلي، بغيت نعيمي، بغيت مستورد، بغيت ذبيحه عود، بغيت صغيره، شو الحشوه اللي تبع فيها يذهبون لك اللي انت تباه. شوف الله عليكم شوف الكتيف هذا يا ربي. ها هذا حتى محمد خلّى لك عيونك ما هان علي ياكل قبلك. لحمه طيبه، لحمه طيبه على حسب الرغبه، كل شيء بسعره. انت شو تبى بيبوا لك؟ شو طلب؟ بغيت خروف، بغيت تيس، بغيت تيس عربي، بغيت خارجي، بغيت شو تحشي داخل؟ ورق عنب، بغيت كوسه، بغيت لحم وعيش ولحم، شو تبى؟ جبود، جليه، شو تبى يحطوا لك الصينيه؟ حسب الرغبه. اضرب هناك ويا الخروف. هاي صينيه خروف داخل ورق عنب وفي طرفه كوسه. وجلية الجبود بعد عليهم، اما السلطات فحتى ولا حرج. المنظر على ما تشوفونه فاخر تبارك الرحمن. والطعم والطعم افخر والد. طعم في منتهى الروعه، شيء من مكان تاخذ اكل بس الا رنق. هذا رنق لان الطباخ حريم. حريم شاميات. يلا كل وحده تشوف يمشي عليه تيس وتلفت. تشل قط ما تلقها وتفرها مسير يومين. عندنا السبوس تشل تفرها ثاني وحده. قوي عفاريت اللي فيها. وما شاء الله عليه رمن هاك رمع زين. هذا هو طباخه. حنا حد حطه في انستغرام ولا هذا ولا ثانيا لما تعزم حد لنا شيء يمل شيء يمل شيء بيض الوجه ما بشيء انت مخيله منه ولا بتستحي شيء فنان. وهذا بحط لهم حسابهم وطالع عندهم اكلات الدنيا والدين. وعندهم بعد مطعم في عمان يغطي الامارات الشماليه وشيء مطعم ثاني اللي هني شيء مطعمين ثلاثه سووا مطبخين في بيوت بيوت ما بمطاعم لا هاي كلها خدمه منزليه. يا سلام دايب دايب أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة ترد الروح عايش فيها عشان بكرة عايش الليل اللي كله جروح صبر ويسش وين بلاد كنتري ايطالي 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 هذا في حرمه وايف وايف ابحى يوم اول ما حرمته هو وهو داير في المصيفه وانت عاجب انك هنا هذا وري عدي لو انت تعال منا انت منا تعال هم ايه ايه ما كل صيد وليكم حاليا طب ما منقود وانت ما تمشي انا فوقهم يوم ما يخصك شيء توبها غرفه المكيت غرفة المكيت طالت عماركم الأول حجرة في حجرة
الحجر هاي تكون في 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 طرف بيت هل بالزيارين، وهاي الحجره يسموها غرفه الفروك، يفركوه بها الانسان المريض اللي فيه المضار، اللي فيه المضار هذا اللي فيه الزيارين، وهذا قبل ما يدقون عليه حفل الزار او يسوون له ربشه الزار، وهذا يجلسون في حجره حندمونه يفركونه، لا احد يشوفه ولا يشوف حد لمده ما يقارب 40 يوم اسبوعين، والله ما اعرف كان تبون الصدق، اسمعهم الاول يقولون يعني هاي غرفه المكيت، فيجلسون الانسان المريض وابدا صبح ومساء يفركونه بدويات وما ادري شو، اكل خاص وعلم خاص، يدخل عليه فقط راعي الزيارين، الابو يسمونه ابو الزيارين، ويدخل ويقرا عليه ويسوي له الطلاسم والطبوب والسحر والجان والعفاريت، يظهرون العفاريت دواء داوود بن سليمان هم وعيال عمهم واخوانهم وطائفتهم وقبائلهم كلهم، ويقرون عليه ولا لا 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 لين غايه الحفل، يوم الحفل يوم الزيارين اظهروا الثيران المقرنات والتيوس والدياي اللي هاي سح وشامي ودياي رقطه ودياي شلقه ودياي بلقه وعنز ما تقال نمونه التيمه، وشو بقولكم امورا لم ينزل الله بها من سلطان، وكل هذا يظهرون من الرجال اللي داخل المكيت داخل الغرفه هاي الصغيرونه، ودوا وين؟ ودوا غرفه الزار، تموا يدقون عاد عليه وطنبخ 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 يومين بليله ثلاث ايام اربع ايام لين يستنزل، يوم يستنزل قال ابا خاتم وابا الفراش وابا الحاف وابا ليس وفي حضيه وابغي عصا مربشه وابغي زنود وابغي هيكل وابغي خلاخيل وابغي ختم وابغي 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 عطوه اللي باكل، ظهر عاد عقب بخير وسهاله ولا فيه باس، رضوا تبشوا بهالختم وهالخلاخيل وهالمسامير وهالحيول وهال من الاشياء كلها الطلاسم، وذبحوا له ما ادري شو كبش ميوب من السودان ولا دياي سح وشامي، سح وشامي على فكره السح وشامي طالت عماركم دياي اللي فيه نقطه بيضة ونقطه سودة، تكون سودة ومبشمه بابيض ولا بيضة ومبشمه باسود، فهذه يسمونها طلبه زار، فيبول دياي يكون فيها دقة بيضة سودة ودقة سودة يسمونها صح وشامي زين، وإذا دياي قالوا والله طالب بنات المدن، بنات المدن تشوهن الدياي، أو أن هذا طالب دياي كوكو طالب الدياي، وطالب العجيد، العجيد شو ثور مقرن، ثور مقرن كم مكبرة يعني يطلبون يا أسود يا أحمر دبسي، ما يكون فيه وشمة بيضة ولا شيات، يكون خالص يا دبسي لونه لون الدبس الكاحل او اسود صنقاح اسود غير نمونه، هذه كلها تغدي تهيئات للشخص انه يعني مريض ولا ما بصاحي ولا هذا، وما يصيرون دخاتر يصيرون عند هذا اللي يسوي الشعاود هذه، فيصير مسكين كانت ريال كبير ولا صغير، الحين الاول كبير ولا صغير، الحين شباب يصيرون شباب يتعنون لخيام الزار وعزرائيين ويدقون عليهم، وكل هذا كله طرب ما فيهم يهد، هذا كله طرب يستنزل وينعش وهيلة بيس وها وها ويحطوا له فرشة يقبض عصا وينعش شيء واجف وشيء يالس وشيء طايح وشيء ينعش مليون نمونة، وعقب طالت عماركم يدخنون ويطلبوا الطلب والله الشيء الفلاني يا ابونا بس طلبة زار، بس ما يقول لكم طلبة زار يطلبوا طلبة زار شو يطلب؟ يحي بعد الزار فقير، الزار فقير يوم بيطلب طلب خاتم ولا دياية ولا عنز ولا تيس مقرن ولا ياعد ولا حبصية ولا اللي كان، هذه ما بطلبة عسرة حد من العرب بلي زيارين وبلي شيات يطلب طلبات عسرة، طلبات ما شيء يشد عنها، طلبات ما أنزل الله بها من سلطان، يطلبون شيء اللي ما يليش في العقل، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، أنت لا تطلب الشيء اللي ما حد يروم ينفذه، اطلب الشيء اللي الناس تروم عليه، الحين أنت تطلب شيء ما حد يروم عليه إلى هالدرجة، وربكم يا تعبدوني يعني أحيد ريال الأول يوم يطلب بيزات من أمه ما طاعت تعطيه، اليوم الأول اليوم الثاني شي يسوي يوم يبى الدبغة، وهالدبغة متى يطلبها؟ قبل الصيف، قبل الصيف تم يشرب بيمتو راشة بيمتو هالصريح، يوم يصير عند أمه هو تم يهاوع ويرجع اللي يشربه من البيمتو، فأمه يتراوى تحرى دم فقيرة، لما تحرى دم شوفوا قلب الوالدين كيف شجي متشجين، أمهاتنا تشجعوا في دنياهم تشجعوا
شقوا شم العيال، شقوا امهاتهم. الله يحفظ امهات امهات المسلمين اجمعين، يرحم امهاتنا وامهاتكم ويحفظ ان شاء الله من متبقى منهم. المهم نعم يعني كني اشوفه ينوعش يسوي هاوع يرجع اللي شربه، يتم يزاوع البيمتو هذا اللي شربه، يصبع لقرشة بيمتو يصير عند امه ويرض رض بعمره. امه فقيرة على الياس يلسع حاطي لها فراش في مقطر ويلاته، عدالها المدخن وعدالها القهوة والصحيحات ويا ست فنية ما تعاب الا استنزه. اوه الحقوا ولدي، الحقوا عليه، الحقوا عليه، تيبونه يا ليوات. شو بلا يزاوع دم المضار اللي فيه، شو طالبات لبنان يبى يصير لبنان هناك علاجه، ويصير لابناء بيت سمت هو أربعة أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة وبيرد خلاص خلاص غدا بخير وسهالة. هاي المضار ليلة ولتي ها واحد الله يذكره بالخير. فطرت علي السالفة وبغت الحين أخبركم عنها الحين. هذا متى طرت علي؟ يوم شفت الحين حاطين هالدخون كله، هذا كل البان، هذا كله لجل الدبان والحاس واللدغ. ما نبرش نحن كيماويات، عيزنا يا ابوك من الكيماويات، البيت ما فيه على الكيماويات، فيه هال وفي صغاريه ولا فينا نرشش الكيماويات. فنستعيض باللبان وتستعيض بالحرمال والاشياء هذه حي وحاي. المهم طارت اعماركم، هاي سالفه المضار واللي لويتيه المضار، وكان وما زال لين اليوم لين باكر، لين اليوم لين بات المضار هذه والنعيش والزيارين واللوادم اللي تستنزل. وتعرفون روحكم ما يغبى عليكم موجود هذا في كل البلاد، في كل البلاد في الشرق الأوسط، يقولون بعد في أوروبا عندهم يقولون الله أعلم، لكن أنا ما شفت، لكن يقولون الحين في 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 بر فارس، في إيران، في بلد بين النيلين، بالشرق غرب، في الخليج كامل، كل موجود هذا، كل موجود. اللي يقول مش موجود غلطان. طاري الموضوع هذا صرت أغطي مكان من مدة. المهم غطينا المكان وطالعنا وشفنا مكان جميل، مكان جميل يغني يا ليل. المهم المكان كان غريب، ترى هذا المكان يوجد اسمه في جميع الكتب الموجودة في أوروبا وفي العالم كله، أن هذا المركز يا يتني رسائل ويتني مسجات. ما صدقت، حريتهم يمزحون، واحد اثنين عشرة قلت يمكن يمزحون. يوم دخلت في النت، ولأن الصدق أن المكان اللي أنا جيته هذا ملتقى السحرة في العالم، يتجمعون يوم من أيام الله يتجمعون كلهم في هذاك المكان. والله العظيم أني ما أمزح وياكم، مكان بحجرة وبروية ودنيا، ومكان بلاد بلاد بلاد. شفت المدرسة الثانوية كبرها بعشر مرات، منطقة تحرى فيها أوادم وهي ما فيها أوادم. أنا والله لو دريت أني ما صرت هاكل مكان. من بعد ما غطيت وخلصت التغطية خبروني، قالوا ترى هالمكان يا أبو محمد اللي أنت جيته هذا مشهور، كيف أنت ما تعرفه؟ قلت شو دراني أنا بالمكان، هذا مكان مشهور في بلاد. قال لا، دول العالم كله يعرفه، هذا ملتقى السحرة، السحرة ليه في الدنيا كلهم يجون في يوم معين في تاريخ معين هذا المكان، أنت اللي ما تدري. قلت لا إله إلا الله، والله الحمد لله أني كنت ما أدري، لو كنت أدري والله ما صرت. أمور أنا تيني من وراء هالسناب أمور. فأكيد يعني كل العذر والسموحة منكم يا هل بالمواد وهل بالزيارين وهل بالأشياء هاي، سامحوني كلكم، حتى أنتوا يا جماعتنا اللي تابعوني سامحوني، قلت جبت هالموضوع فقط استرسلت يوم شفت دخلت البان في عندي في الخيمة اللي في الحوي ونايل سنة كل يوم لدخلنا عن الدبان وعن اللدغ والبعوض. فطرع علي ان الاول شي يسوون وشي يسوون، لكن ما بالاول على فكره، ترى هذا الموضوع لين اليوم، لين اليوم موجود، لين اليوم ولين باكر لين ورا باكر. وشيء اشي وجميل يعني، جميل يعني، احس انه فلكلور جميل. عندي مقطع فيديو بحاول اني اطلعه، لو اظهر من لو خمس دقائق مقتطفات، هذا حقيقي، هذا موجود هني، موجود حقيقي وجميل، بحاول اني اطلع منه مقتطفات يوم قايدين ثور ويايبين مسوين قادري، يايبين بعد من احدى الدول المجاوره. وتذكرت يعني المواضيع هذه وطرت علي الطواري، فخبر بغيت اخبركم. فعندي فيديو قديم عمره اكثر عن ما يقارب 32 37 سنه، الفيديو هذا عندي وانا مسوي له داونلود وقطع منه له مقتطفات بسيطه، ارويكم شو كان مستوي هاك اليوم في منطقة من المناطق في حي من الأحياء
في احدى الدول او احدى المناطق او احدى الفرجان او احدى البلادين او البلدان اللي هو المهم ما راح احدد لا البلاد ولا الاماره ولا المنطقه ولا القريه ولا المدينه ولا الجمهوريه ولا المملكه ما بقول ما في بقول ليش حطيت وما ادري شو زار كل يظهر في كل القنوات زيارين وفنان شيء يضحك وفنان والناس تبى تضحك وتسولف نصير نحن غير نصير يسمون كسر هوس اللي هو تفريق طاقات تطالع تطمش تضحك تشوف الواد شو تسوي فرجه الدنيا طماشه. هذا طالت اعماركم الفيديوهات اللي من زمان احتفظ فيهم احد الفيديوهات.
جميل وبيود بهذه السنة أكثر من 27 أو 30 سنة أظني والله ما أتذكر أظني 27 قريتها ولي حاولت أقرأ على الفيديو أتوقع أنه مكتوب 27 نزلت لهم هذا المقطع مت 3 دقائق أظني هذا المقطع 3 دقائق من فيديو مت أكثر عن 5 ساعات هذا الشيء كان 5 ساعات وهذا موجود لين اليوم لين بكرة في كل بلدان الكون في كل بلدان الكون ما بشيء جديد يعني موجود في بلاد العالم هاي كلها في أوروبا ما أدري لكن في الخليج في كل بلاد وكل قرية وكل مدينة اي والله شيء جميل يعني من التراث فنان يضحك وناس اللي بيصدق يصدق واللي ما يصدق نحن نطمش ككسر هوس تكسير دوب لا أكثر ولا أقل.